بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة تعز في اليمن. باعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول عين ميم دال. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: هل يجوز استعمال لوحات تذكر الإنسان بالله تعالى على جانب الطرق وفي الأسواق وفي المجالس؟ وجهنا حول هذه القضية، ولا سيما وأني ألاحظ أنها أصبحت تشكل ظاهرة في بعض المناطق، جزاكم الله خيرا. وهل يجوز للإنسان أن يتقرب بمثلها فيضع لوحات على حسابه مثلا؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أن هذه الظاهرة التي ذكرها السائل من وضع اللوحات المكتوب عليها أدعية أو أذكارا أو بعض الآيات القرآنية، تعليقها على الجدران الغرف أو في المكاتب أو على الطرقات، هذا أمر اجتهادي من بعض أهل الخير، وقصدهم حسن إن شاء الله. وبعض العلماء المعاصرين يفتي بجواز مثل ذلك، ولكن الذي أراه أن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملون هذا الشيء. وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكون على لوحات أو على معلقات، وإنما يكون في القلوب وعلى الألسن. هذا المطلوب من المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أمر بذكره بالقلب وباللسان، ولا يقوم مقام ذلك وضع هذه اللوحات. لكن من يضعونها يقولون إنها تذكر الإنسان، تنبه الغافل، فمن هذا الوجه تحسنها. ولكن إذا رجعنا إلى النصوص لم نجد دليلا على وضعها وعلى كتابتها على هذا الشكل، لم نجد لها من الأدلة ما يبررها. وإذا رجعنا إلى سيرة السلف الصالح وهم أحرص على الخير منا، لم نجدهم يعملون هذه الأعمال. الذي أراه ترك هذا العمل وحث الناس على ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا شيخ صالح عن دعاء القنوت، هل هو في صلاة الفجر فقط أم في كل صلاة؟ جزاكم الله خيرا. القنوت، دعاء القنوت إنما يكون في الوتر، حينما يقوم الإنسان من الركوع في ركعة الوتر فإنه يستحب له أن يدعو بدعاء القنوت من غير مداومة، بل يتركه بعض الأحيان. أما القنوت في الفرائض فإنه لا يشرع إلا عند النوازل عند جمهور أهل العلم، حينما تنزل بالمسلمين نازلة مثل مداهمة عدو يريد أن يجتاح بلادهم أو يحصل من العدو إضرارا ببعض المسلمين، فإن المسلمين يقنطون ويدعون الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قنت في صلاة الفجر ودعا على قوم من المشركين، وقنت صلى الله عليه وسلم ودعا للمستضعفين من المسلمين الذين يضايقهم الكفار. فإذا حصل مثل هذا فإنه يستحب المسلمين أن يقنطوا في صلاة الفجر، بل إن بعض العلماء يقول في جميع الفرائض، ويكون هذا بإذن الإمام إذا أذن فيه إمام المسلمين فعلوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. أما المداومة على القنوت في صلاة الفجر فهذا إنما ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله، ولكن الجمهور على خلافه، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه وإنما فعله عند النوازل. كذلك خلفاؤه الراشدون لم ينكر عنهم أنهم كانوا يقنطون في صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما سئل بعض الصحابة عن القنوط في صلاة الفجر أخبر أنه محدث، أنه أمر
محدث، والمحدث لا شك أنه غير مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك سنة الراتبة قبل صلاة الجمعة ورد فيها توجيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قبل صلاة الجمعة ليس فيه نافلة راتبة، الجمعة ليس لها راتبة قبلها، ولكن يستحب التبكير الذهاب لصلاة الجمعة، وإذا دخل المسلم المسجد فإنه يشتغل بذكر الله عز وجل، صلي تحية المسجد ركعتين، فإن شاء جلس يذكر الله أو يتلو القرآن إلى أن يحضر الإمام، وإن شاء واصل صلاة النافلة إلى أن يخرج الإمام، وهذا أفضل، كونه واصل صلاة النافلة حتى يخرج الإمام هذا أفضل، وإذا اقتصر على تحية المسجد وجلس فلا بأس، وإن صلى أكثر من تحية المسجد وجلس أيضا فلا بأس، فالأمر فيها واسع والحمد لله، إلا أن المطلوب من المسلم أن يبكر في صلاة الجمعة ويشتغل بذكر الله من صلاة أو تلاوة قرآن أو تسبيح أو تهليل حتى يحضر الإمام. أما بعد صلاة الجمعة فيستحب المسلم أن يصلي الراتبة، راتبة الجمعة بعدها أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين. بعض العلماء يفصل فيقول إن صلى راتبة الجمعة في بيته فإنه يصلي ركعتين، وإن صلىها في المسجد فإنه يصلي أربع ركعات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، بينما كان هو صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي في بيته ركعتين، فدل على أن من صلى في بيته راتبة الجمعة فإنه يقتصر على ركعتين، ومن صلى راتبة الجمعة في المسجد بعد الجمعة فإنه يصلي أربع ركعات بسلامين. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا شيخ صالح فيقول ما هي الأدعية المأثورة التي يمكن للإنسان أن يقولها من الفجر حتى ينفي؟ ليس هناك حد محدد، لكن بعد صلاة الفجر ورد أنه يأتي بالتهليلات العشر، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم يقول ربي أجرني من النار سبع مرات، هذا خاص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وفي بقية الصلوات يستغفر الله ثلاثا بعد السلام، ويذكر الله عز وجل بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا في جميع الصلوات، تسبيح والتكبير تحميد 33 كل واحدة هو تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا بعد كل صلاة، يستحب بعد كل صلاة مفروضة، وإذا قرأ آية الكرسي بعد الفريضة ولا سيما الفجر والمغرب، وقرأ بعدها بالمعوذتين، ثم بعد ذلك يذكر الله بما تيسر، يذكر الله بما تيسر من غير تعيين ذكر معين فيما بينه أو في سائر يومه، بل يذكر الله عز وجل الذكر الذي في أدبار الصلوات هذا معروف، وأما الذكر الزائد على ذلك في بقية الوقت فهذا غير محدد، الإنسان يذكر الله بما تيسر له من أنواع الذكر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، قال تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون، فذكر الله من جملة صفات المؤمنين والمؤمنات قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، المطلوب من الإنسان الإكثار من الذكر حسب ما يتيسر له من أنواع الذكر في سائر أحواله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ولم يكن يمنعه من ذكر الله إلا حال قضاء الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. الشيخ صالح أخونا من اليمن كما تذكرون، هل تنصحونه ببعض الكتب التي يرجع إليها كيما يستفيد منها في الباب الذي سأل عنه؟ الأذكار؟ نعم فيه كتاب الأذكار للإمام النووي، هو كتاب معروف ومشهور، وإن كان لا يخلو من بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال لا بأس بالعمل بها، وكذلك الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فيه الأذكار التي تقال في الصباح والمساء وأدمر صلوات، وكذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وظهرت رسالة أخيرة من تأليف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في الأذكار أيضا، فعلى السائل
وعلى غيره من إخواننا المسلمين أن يقتلوا مثل هذه الكتب. جزاكم الله خيرا. في باب الأحاديث لو تكرمتم شيخ صالح، هل تذكرون شيئا من كتب الأحاديث التي اشتملت على هذه الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي في الأذكار، في الأذكار النووي، وكذلك الكتب التي ذكرنا هي تذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث. وكذلك لو رجع إلى رياض الصالحين للإمام النووي فإنه كتاب جامع يذكر فضائل الأعمال ويذكر الآداب الشرعية ويذكر كل ما ورد في الأذكار النبوية والدعوات وغير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: ما حكم الذي يصلي ولا يعتدل من القيام والركوع والسجود، وكذلك هو مسرع في القراءة، وما حكم الذي يوجه نظره إلى غير مكان سجوده، هل صلاته صحيحة أم ماذا؟ تونا جزاكم الله خيرا. أما الذي لا يعتدل في قيامه من الركوع ولا يعتدل في جلسة بين السيدتين ولا يطمئن، هذا صلاته غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قم فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء وسلم عليه مرة ثانية فقال: قم فصلي فإنك لم تصلي، وكرر عليه حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أقوال الصلاة وأفعالها، في كل مرة يقول: حتى تطمئن، حتى تطمئن قائمة، حتى تعتدل قائمة، حتى تطمئن جالسة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. كرر صلى الله عليه وسلم الأمر بالطمأنينة، ومن هنا قال العلماء إن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فمن تركها إنها لا تصح صلاته. والذي ينقر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الغراب، وأخبر أن ذلك من صفات صلاة المنافق. قال عن المنافق إنه قال: بئس صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر أن المنافق يضيع الوقت ويضيع الطمأنينة في الصلاة ويضيع حضور قلبه فيها، هذا من صفات المنافقين نقر الصلاة، هو من صفات المنافقين. الله تعالى يقول: وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والقنوت هو الثبوت على الطاعة وتطويل القيام، ما يدل على أن الصلاة مطلوب لها حضور القلب ومطلوب لها أيضا طمأنينة. الله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين لهم عن صلاتهم ساهون. ومن السهو في الصلاة نقرها وعدم إتمام ركوعها وسجودها والطمأنينة فيها. الصلاة ليست مجرد صورة، مجرد ركوع وسجود، ولكنها أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير، مفتتمة بالتسليم، فيها حضور قلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو روح الصلاة، صلاة بلا خشوع كجسم بلا روح، هذا بالنسبة للطمأنينة. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، نسأل عن السرعة في القراءة. كذلك السرعة في القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذ القرآن كهذ الشعر، ونهى عن نثره كنثر الدقل، وأمر بترتيل القراءة وتحسينها. الله تعالى يقول لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. قل سبحانه وتعالى: ورتلناه ترتيلا، يعني يوديه أداء حسنا ويحسن صوته فيه ويقف عند رؤوس الآيات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآيات ويمد في محل المد، ويراعي أحكام التجويد مهما أمكنه ذلك، وأحكام القراءة، من أجل أن يستفيد من كلام الله، من أجل أن يؤثر عليه كلام الله ويؤثر على سامعه. أما القراءة مع الهجرمة والهز إنها لا تؤثر، ولا مع الإساءة إلى كلام الله عز وجل وعدم الاهتمام بإلقائه وأدائه على الوجه المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير لو تكرمتم شيخ صالح، يسأل عن الذي يوجه نظره إلى غير مكان سجوده. المشروع في حق المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أجمع لقلبه وأبعد له عن المشوشات. فإذا نظر إلى موضع إلى غير موضع سجوده قد أساء، ولكن صلاته صحيحة. لكن يكره له هذا. جزاكم الله خيرا. من لم يعتدل، من يسرع في القراءة، يسأل عن حكم صلاة الشيخ صالح. صلاته صحيحة ولكنه أساء، إلا إذا أخل بقراءة الفاتحة. أيوة. لأن ترك شيئا من حروف سورة الفاتحة، يعني عملت معه السرعة إلى أن أسقط بعض الحروف من سورة الفاتحة، فإن صلاته غير صحيحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يقرأها قراءة جيدة مقيما لحروفها وأحكام التلاوة على الوجه المطلوب.
القلوب، فلو أسقط حرفا من حروف الفاتحة لم تصح صلاته. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هل تتفضلون بتعريف الحد الفاصل بين الطمأنينة وغير الطمأنينة في الصلاة؟ ذكر الفقهاء رحمه الله أن الطمأنينة معناها أن يرجع كل عضو أو كل فقار إلى موضعه، هذه هي الطمأنينة. بارك الله فيكم. وما عدا ذلك فيكون الإنسان قد صلى غير مطمئن؟ إذا أسرع في أفعال الصلاة يكون غير مطمئن. نعم. ومن لم يكن غير مطمئن ما حكم صلاته؟ ذكرنا أنها لا تصح صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد. جزاكم الله. أن يعيد الصلاة نظرا لسرعته فيها. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل أخونا فيقول: هل إذا تعرض جزء من الثوب لشيء من النجاسة هل يعتبر الثوب كله نجس أم الجزء المصاب فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا أصابت النجاسة شيئا من الثوب فإن الحكم يتعلق بموضع النجاسة فقط، فيغسل موضع النجاسة فقط، وبقية الثوب تكون باقيا على أصل الطهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع بخيث محمد علي أبو نمر. الأخ بخيث يقول: أنا ووالدي حصل بيننا منازعة في دراهم ومقدارها 10,000 جنيه سوداني، وتحدثنا فيها بكلام كثير، وأنا حذرته من هذا الكلام ولكن ندمت على هذا الكلام وتأسفت، أرجو توجيه ونصحي، ماذا أفعل وهل أسأت إلى والدي؟ جزاكم الله خيرا. يقول: حصل بيننا منازعة في دراهم ومقدارها 10,000 جنيه سوداني، تحدثت فيها مع والدي بكلام كثير وأنا حذرته من هذا الكلام ولكن ندمت على هذا الكلام وتأسفت، وجهوني، ماذا أفعل وهل أغضبت والدي؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المطلوب من الولد أن يتأدب مع والده في المخاطبة وأن لا ينازعه، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا، فالذي يجب على الولد أن يتأدب مع والده وأن يحسن إليه بالقول وأن لا ينازعه في أمر المال، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ما لم يكن ذلك مما يضر بالولد. ذكر العلماء أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فلا ينبغي للوالد أن يبالغ في مضايقة ولده لأخذ ماله إلى حد يتضرر معه الولد أو يحتاج الولد إليه، إن هذا يعتبر من الظلم والإجحاف. أما ما زاد عن ذلك عن حاجة الولد فإن للوالد أن يأخذ منه وللولد أن يتسامح مع والده، لأن هذا من البر ومن الإحسان، وأيضا هذا مما يسبب أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن الولد ويعوضه خيرا مما أخذ منه والده، فقد يكون هذا سببا للرزق وسعة الرزق إذا أرضى الولد والده ووسع عليه في المال ولم يحرجه أو يغضبه، فإن ذلك يكون سببا من الله سبحانه وتعالى في مد رزق الولد. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن